المسألة هي أشبه ممكن قبل شوية أعطيتكم مثل الملك اللي تحلم حلم معين، فدز على مفسرين بالمدينة ففسروا له أنه أبلغوا بالتفسير أنه أنت راح تشاهد عائلتك تموت أمامك، يعني بما معناه أنه أنت أكثر شخص راح تعيش. نعم. فقطع رأس المفسر، يعني شوية صار عنده غضب، دز على المفسر الثاني نفس الشيء، ودز على المفسر الثالث نفس الشيء، إلى أن أكو مفسر حكيم في المدينة عرف القصة أنه يروح للملك ويفسر له هذا التفسير ينقطع رأسه، فبلغه أنه أنت أكثر شخص راح تعيش بعائلتك، يعني آخر واحد تموت بعائلتك، ففرح وكرمه. بالتالي هي نفس العبارة المفسرين، ولكن صياغة الأمر تختلف. لا، البعض الرافضين يقول لك لا، إحنا موضوع زواج القاصرات 9 سنوات وعشر سنوات نسبة الطلاق بالمحاكم عالية جدا وارتفاع مستمر. انت بالتالي بس استاذ محمد العفو لو قاطع حضرتك، وزواج القاصرات موجود، هو موجود. طبيعي موجود عندنا، بالتالي يقول لك هذا تشجيع. بس بنترجع للنسب، مو السبب الرئيسي لان هي قاصرة، هنالك اسباب اجتماعية كثيرة، مثل راح اجيك انا في امثلة كثيرة وواقع. مسألة اليوم احنا اكثر من الطلاقات الموجودة، يمكن ما تصدق الا اقول لك يتمتعون بمكانة اجتماعية عالية وشهادات عليا بجامعات نسب عالية من الطلاق، او خريجين جامعات نسب عالية من الطلاق، فما عاد ان الطلاق هو مرتبط ارتباط وثيق بعمر البنت. نعم. بل بثقافتها والمجتمع اللي يحيط بها. يعني قد انا اسال في كثير من الاحيان لماذا انه حادث الطلاق بين دكتور ودكتوره في الجامعه، يعني تصورون انه الدكتور والدكتوره انه هم كيان خاص ما ممكن يطلقون. الجامعات، انا ادرس طلاب الجامعات، المنهج اللي درسه هو منهج تعليمي وليس ادبي واخلاقي.